السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اليوم العالمي للسمنة نبدأ بتعريفها. السمنة هي عبارة عن مرض ناتج عن زيادة كتلة الدهون في الجسم مقارنة بالمعدل الطبيعي. ومن العوامل المسببة للسمنة العادات اليومية والعوامل البيئية والعوامل الجينية، ولها تأثيرات صحية واجتماعية واقتصادية. والمضاعفات السمنة الكثير من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، بالإضافة إلى آلام العظام والمفاصل وبعض أنواع السرطان. والوقاية منها يجب اتباع نظام غذائي صحي متوازن والابتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة وممارسة النشاط البدني. وأخيراً لا تترددوا بزيارة عيادات التغذية العلاجية لمعرفة احتياجاتكم اليومية.